الوراثه باش انني عندي وكاله نكلف بيع الاب ديالي، لان هذا السيد جا باع وشرى مع الورثه كاملين اللي هم اكثر من 100 وريث، ومنهم العديد فيهم اغلبيه فيهم كلهم فقراء. كاينه المراه اللي معاقه شاده 30000 ريال وفيه تقريبا اكثر من مليار، اكثر يعني كاين الاراضي كثيره، ماشي شي حاجه اللي هي قليله، هذا فيها 30000 ريال وكاين اللي ناقصين لها منهم الاب ديالي انا اللي وريث، يعني ولد الوريث الكبير شاد تقريبا 5 مليون، يعني بزاف ما نقدرش نقول لك شحال بالضبط، ولكن بزاف، لان القطارات ما عرفناش حنا شحال ديال القطارات كماش كيعطينا العربون وتيدير لك واحد العربون، لانه بحال داك العربون مثلا الا بعتي لي 200 درهم تيدير لك انك شاد 200 درهم ديال حيازه عربون، انت في نفس الوقت تبيع عليه 200 درهم وانت شاد غير العربون، شاد غير مليون مثلا، او لك اللي شاد 30000 ريال هو داير لك انك شاد 200 درهم في المترو، بحال راك مخلص، يعني واحد النهار غادي يجي يدير لك ليفرا يقول لك طلع بحالك ما كتسير والو. يعني هنا كنطالبوا حنا بحقنا، يعطونا حقنا والمخزن يتدخل في هذه القضيه بزاف، لان كاينين الورثه بزاف، وكتلقى لقيناه داير علينا بيع اللي مثلا قطار ونص ديال حكم محكمه، لقيناه داير علينا وكاله اخرى ديال اش ديال السبع بقع، هاد السبع بقع حنا لقينا داير عندنا وكاله، يعني السبع بقع شحال فيهم ديال القطارات، حنا ما دايرين لا وكاله لا والو، لان نهار كانوا كيسينيو كيمشيو عند العدول كيهضروا مع العدول وكيطلعوا للسده الفوق جايبين جماعه على قدها، وانا كناكد لكم هاد الخبر هذا، جايبين جماعه على قدها منهم الناس اللي خدامين دابا في المقاطعات، جايبينهم كيسينيو كيديروا لهم وكاله مزوره، وحتى الكتاب اللي كيسينيو فيه البلاصه اللي كيقولوا لهم ان هذه وكاله ما كيسينوش، ما كيكتبوش لي وكاله، كيخلوها حتى كيمشيو بحالهم عباد الله وكيسينوا بان درتي وكاله على هذه الارض وعلى هذه الارض. ودابا حنا كنطالبوا بالحق ديالنا يكمل معانا ولا ينسحب من هذه الارض، حنا درنا العزل الوكيل ديالنا، داكشي اللي قدينا عليه درناه، وكنتمناو من القضاء يتدخل لنا عزل الوكيل، ودابا كنتسناو غادي ناخذوا واحد الثمن داكشي اللي شادين، مثلا كاين اللي شاد 70000، كاين اللي شاد مليون، كاين اللي شاد 10، كاين اللي شاد 12، كله على حساب الورثه. جينا ان شاء الله جينا لعين المكان باش نوريك الضحايا اللي معانا، العائله اللي معانا اللي تنصب عليهم من هذا السيد هذا المنعش عقاري اللي قلت لك ساكن في كاليفورنيا الدار البيضاء، والوسيط اللي في الفردوس عنده المكتب في الفردوس، والعدل في عين الشط. نصبوا عليهم اختفاء الارض هذه اللي تتشوفي دابا، هي فيها ثلاثه القطارات ونص. نصبوا عليهم في الفلوس، تيعطوهم شويه وتياخذوا لهم الباقي وتيديروا لهم وكاله مزوره. تيدير لهم وكاله مزوره، هذيك الوكاله المزوره تيقدر يبيع بها ويشري بها ويكمل بها، يدير بها اتمام البيع، يقدر يدير بها اي حاجه. 14 من 2014 اختي وحنا هذا المشكل. اخت دابا في القضاء هاد الناس كلهم. انا مشيت لدار محافظه بغيت ندير تعرض، ديروا باش ما يدخلوش لي الارض ديالي. قال لك انت راك تتي كاتبه. كاتبه لي وكاله وما يرفعوا لنا داك الشيء، الا انا ما دايره لا وكاله بحال شاده 30000 في الارض كامله، الله اعلم مع الوراثه ما عرفتش، الا ما عرفتش شحال جاني انا مع الوراثه، ما الا ما سيني طلع على وكاله لا على والو، طالب يعطيني حقيتي انا بحالي بحال الناس، ها باش نعيش، راه عندي وليداتي نبغي باش نعيش، الا اختي ما عندي والو، حنا اختي ناس ضعاف ما عندنا اختي والو، بغينا نرزيق باش نعيشوا، حنا كنا ما كنا محزوزين كاع ما نبيعوا كاع. ويني راه محزوزين، حنا مشينا وما كيقول لك سيروا للمحكمة سيروا ليها، ما مرفوع داكشي باقي في المحكمة هنا في دار محافظة، مشينا عدو كيقول لك لا ما كاين حتى حاجة، مشينا عدو كيمشي راجل، مشينا عند اللي شاري كيقول لك واخا ما كاين والو، كاتبين ليا كاين والو، وأنا أختي ما عرفت ما غندير، أنا أمية ما عرفت ما ندير. بعت لي الأرض ديالي 123 مليون، راني 12 وراه باقا 100 وشي حاجة، لا الآن دابا سيدي ما كيمشي عندو ما كيعطيش. وانا معاق وممكن نمشي عنده صافي، عطاني هذيك الطناس صافي ومن تما علي وكاله ولا يبيع ويشري، لا ما يحضرني انا ولا شتيني لا على وكاله لا على والو، الوكاله تزويعه اكلاني في حقي، طالب عطيني حقي. المشكل اختي حنا هذا السيد هذا المعيش عقاري اختي اللي بعنا ليه ارض، وهاد الارض عطانا غير واحد العربون قليل، واش ارض داير بها علينا كتسالو انا 125 مليون، عاطيني فيها 6 مليون، وقال لك السي غادير اتفاقيه من نصوب هاد الوراق، ملي مشينا تفاجئنا صنا دار وكاله علينا ودار لجميع الارض على التيتر على الملكيات على المطالب كامل، وهادشي حنا ما دايرينوش معاه،
ومعاه ناس اللي هما اللي خلاونا فاش وصلنا هذا الشيء. معاه السمسارة ثلاثة راه سيمانة هما علينا هنا، راه غتاخذوا رزقكم غديروا هادي غديروا هادي غديروا هادي. ملي مشينا داونا هاد العدول في هاي الشق داروا فينا ما بغانا. انا اصلا امي انا ما فاهم والو، لو كنت عارف انا هاد الشيء انا ما غندير معاهم حتى شي حاجة. راه ارض والدي وارض جدرا منها منين نعيش، احنا غا فقارة. الكسب هنا كنسينا هنايا وانا ما عارف والو، حتى الاخر حتى جات السطول ديال عيا وكذا. واش راه كنطلبوا دابا حاجة يكمل معانا ولا يفسخ معانا؟ ما نبقاوش معلقين اختي في هذه الحالة، 6 سنين هذه. ايوا حنا غادي ساكتين ما عارفين والو، واحد 4 سنين ولا 5 غيديروا لنا الافراغ يجريوا علينا. فين غنمشيو حنا وليداتنا؟ يلاه فين غنمشيو؟ ما عندناش، غنمشيو لاطاروت نبركوا فيها؟ ما عندنا فين نمشي.